اسمع بود احنا يلوقنا، اسمع بود احنا يلوقنا، واحنا المشطور تعني انا، اسمع بود احنا يلوقنا، وسندي واعش بيدي انا، اسمع بود احنا يلوقنا، كل عمتنا الحاسينه وثار احمد جبناه بطل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج وثائقي. اليوم نتواجد في مدينة كأن رجالها هم من كتبوا الأبيات التالية: الشمس شمسي والعراق عراقي، ما غير الدخلاء من أخلاقي، داس الطغاة على جميع سنابلي، وتفجر الإبداع من أعماقي، أجريت في الصخر العقيم جداولا، وحملت نور الله فوق أحداقي، أنا منذ فجر الأرض يلبس خوذتي، وعصية الفقراء فوق نطاقي، الشمس شمسي والعراق عراقي، ما غير الدخلاء من أخلاقي، قدري قدري بأن كل الحروب تجيئني، مجنونة تسعى لشد وثاقي، تحالفت كل الشرور لمقتلي، فأغدتها بتماسك خلاقي، الشمس شمسي والعراق عراقي، ما غير الدخلاء من أخلاقي. اسمع اسمع صهيل الحزن بين مفاصلي، أضحى صديقي كنيتي ميثاقي، وأنا الجميل السومري البغدادي، الشمس شمسي والعراق عراقي، ما غير الدخلاء من أخلاقي. يقول أحد العلماء: فن أن تكون مرة شجاعا ومرة حذرا هذه هي الشجاعة، لكن الشجاعة الحقيقية هي الشجاعة الثالثة صباحا. ورجال مدينة البغداد رجال ليل بمعنى الكلمة. البغداد مدينة سطرت أروع الأمثلة عن الصمود والتحدي، مدينة مثلت مسلسلا بطولي ليس له فاصل من التاريخ، سيشاهده جيل بعد جيل، وأشعلت فتاة إلى الحرب ناراً لتعلن نفسها أمام الجميع إنها مدينة شامخة كشموخ نخيلها. هنا تم الاستقبال لفريق العمل من أجل التوجه إلى منطقة البغداد التي تقع غرب العراق في الأنبار، وتمتاز هذه المدينة بأهمية استراتيجية كونها تشكل نقطة ربط بين بغداد والمدن الغربية، فضلا عن وجود قاعدة عين الأسد الجوية، تلك القاعدة العسكرية الأكبر في الشرق الأوسط. بداية أريد أن أوضح لحضراتكم وللناس المستمعين والمشاهدين، أعطيكم نبذة مختصرة عن ناحية البغدادي. ناحية البغدادي أكبر ناحية نقدر نقول عنها في العراق، لأنه تمتد على ضفتي نهر الفرات، من الجزيرة على امتداد 70 كيلومتر من حجر القصير مقابل حديثة، يعني جاي من حديثة شوي، إلى أن وصل إلى هيت. منذ 2013 بدأ داعش بإرسال قواته إلى العراق، واستطاع فعلا السيطرة على الكثير من المدن، وكانت البغداد محط الأنظار محاولين إسقاطها، لكن رجال البغداد كانوا لهم بالمرصاد. هذه المنطقة ناحية البغداد دقوا عليها الإرهاب، ومن زمن التنظيم إلى يومنا هذا كانوا أنه أرادوا أنه يقتحموها وأرادوا أنه يأخذوها، ولكن
بفضل الله وفضل الغيارة اللي موجودين هنا وأهلها أنه ما قدروا أنه يجتاحون هذه الناحية. الكلاب السائبة جلكم الله أشرف من تنظيم القاعدة وأشرف من تنظيم داعش الإرهابي. باتنا من قديم بالبغدادي يعني مو داعش الجاي. وكنا نشتغل مع البغدادي من 2005 لحد هاي الساعة مع عقيد شعبان برزان وعقيد عبد الجبار وشيخ مار الله. وظلنا يعني من ذاك الوقت لحد هذا الساعة يعني ناس لازمة ناس والحمد لله والشكر. بعد الفشل داعش في الحرب الميدانية لجأ إلى القتال النفسي ليعلن حربا أخرى على البغدادي، إنها حرب الحصار الجائر. يعني شافت هاي المنطقة، شافت وصل شيء 16 إلى مليون، يعني انتهى داعش حصرنا بالكامل. أيام الحصار، أيام الحصار يعني أيام داعش 2016 و2015 و2017، يعني هذه السنين اللي جت. الحصار اللي حاصرونا به حصار كان كلش 180 درجة. نعم، اقطعوا الماء لأنه مشاريع النهر صار من حصتهم، فمشاريع الماء على النهر فتوقف الماء علينا، الطريق انقطع علينا. مدينة البغداد فضلا عن الحصار الذي تعاني منه كانت تعاني من الضربات المقصودة والموجهة من قبل داعش، فهم يركزون في ضرباتهم على منطقة الحي السكني وكذلك دواوين شيوخ البغدادي. نحن في ديوان الشيخ برزان حمرين فرحان عبيدي في مدينة البغدادي. هذا الديوان عتيق وبنى من دواوين القديمة. هذا الديوان اللي تأسست وانطلقت منه الصحوات بالألفين وخمسة. البغدادي لم تكن مدينة صامدة فقط، بل كانت مدينة التكاتف على شكل يد واحدة مع أبناء المدن الأخرى. بالنسبة للقوة اللي هي قوتنا اللي ساكنة حديثة حالياً وسابقاً، أي معركة قاعدة تصير بالبغدادي ولا بعانة ولا براوة ولا بهيت ولا بصحراء، يعني وين ماكو معركة احنا قاعدين نشترك فيها. من أهل بروانة اللي قدموا من شهداء وقدموا من جرحى وإجوا بمنطقتهم ويا عمامهم بالبغدادي. بعد ملحمة الانتصار الكبرى وما سمعناه عن عودة الحياة، الأمر الذي دفعنا للنزول إلى شوارع البغدادي للقاء مع المواطنين الذين تحدثوا لنا عن استقرار الوضع وطبيعة الحياة. فسير الدراجات والحياة طبيعية وبدينا نزرع. عندما يكون عدوك صديقا سيكون الأمر أكثر خطرا من أن يكون عدوك غريبا. أنت تعرف منطقة هالسعينة لحد الآن هو يعني بعد ما انتهت مرحلة الخطر موجودة، احنا منطقة مفتوحة، فنتمنى من الجميع ونتمنى من الحكومة العراقية هم ان تلتفت على الحشد الشعبي وديمة القوة مالته وديم زخمة وتخليه يعني دائما هو معنوي تعالى، والحمد لله هم معنوي تعالى. مدينة البغداد وأهلها ذو كرم وشجاعة عرفوا بها، وبعد أن تركنا البغداد توجه فريق العمل إلى ناحية بروان التي لها صلة ربط مع البغداد في القتال. حياكم الله في مدينة العز والصمود، مدينة حديثة الباسلة البطلة، نرحب بكم حياكم الله. فأنت اليوم في ديوان أبناء عمومتكم في العبيد في ناحية بروان، حياكم الله. العبيد أسوة بباقي العشائر لهم موقف، والموقف حقيقة موقف مشرف، وأنطم أنطم تضحيات وما نحتاج نذكر. فأغلب الشهداء كانوا هم شالتهم النخوة ضمن الحشد العشائري وهبوا للدفاع عن هذه المدينة وتركوا دوائرهم المدينة التي ينتمون لها، ولم تكن أسماءهم مسجلة ضمن الحشد الشعبي،
ولحد الان اغلبيتهم يعني ما نالوا حقوقهم بصوره صحيحه، وحتى عندنا مصابين يعني لحد الان هم ما حصلوا على حقوقهم. قدمت البغدادي وبروان الكثير من الشهداء والجرحى الذين تركوا من دون معيل كضحايا حرب، وما هذا المقاتل الا نموذجا من الشجعان. صرنا 75 الى 80 مقاتل، حاولنا ننتمي للجهاز الحكومي سواء انه دفاع او داخليه او حشد، قدمنا فايلات، حاولنا انه نحصل حقوقنا او حقوق اطفالنا من بعدنا، فما صارت سبحان الله. ما ادري تقدم الفايل او تقدم مستمسكاتك ما طلع لحد الان اي واحد اخذ حقوقه من جهه ابناء العشائر. يعني اكو تقصير حيل قوي من جهه الحكومه، ما أدري سبحان الله، هو ماكو توفيق أو لأنه ماكو ظهر عندك بالحكومة يساندك أو هي محاصصة، الله أعلم. ولأن دواوينهم ذات طابع عشائري وعروبة أصيلة استمدوا منها قوة دفاعهم ضد الإرهاب، والقصائد الشعرية دائما ما تحلي تلك المجالس. عندي قصيدة على الوالد عيد ساير عطالله العبيدي، بدايتها تقول تبكن اشعاب الجزيره على ابو محمد، وابو محمد من دم الدواعش تحنى، ذيب يخب القاع ولو كشر انياب، 90 راسا لا يمن برد السنه، يحليلهم من يوم شدم على رشاب، كم من علي عوالر يقنى، ما يهمنا ضرب المداف على طواب، يهمنا زوسة اراضي هنا، ذيب الجزيره مساهر الليل طلاب، الناس نومه وشب الحارسنا، عفي على ابو محمد على الصيت وارتاب، بالموت بعز الوطن شدنا، سيف العدو صار حطاب، يا فارس الفرسان صيتك وصلنا، خدك ما بين اثنين نار وجنة، ذاك عميل وذاك ما دنا قرقاب، بالموت واحد بس لكن المعاني سباب، طول العمر نبكيله لو البكي ينجاب، زرع زرع لكن المنايا حصدنا، هذا التاريخ ما يرحم الذل، والوهاب بالدولار ما ينباع بغرة وطننا، احنا عبيد والتاريخ المعتصم مذكور عنا، لكن هذا الزمان اللي بدل الحرب اغراب، البوم منغط الصقر ما عمر خاف ظن اهليان من هاري شاري تهنى. قصيدة رثاء لشهداء فرسان قبيلة العبيد في حديثة والبغدادي. أول بديت بسم الله وراياته تنشار، راية بلادك لا تدور بديله، من خان دينه وديرته أكيد محتال، ولا ترتجي منه سوى علوم فشيله، أنا أشهد للزينين حلوات الأفعال، وأحس بقولي هذا قصور كثيرة، عدنا رجال بالمعاني والأقوال، وافعالهم للناس صارت مسيرة، ويراش من فوق الخيل خيال، أطلق عنانه ولا يهزه هزيزة، ولا سمع قول اللي على الحق ولا سال، الدرب الخطر يمشي ولا يحيده، وتلفي لأبو صفوة بالعجل مرسال، عجيدنا وقائد سرايا مجيدة، ولو صال بالميدان والسيف لو شال، من ضربة يمينه ما حد يحيده، ويوم انتخل ديرته قول بالأفعال، لو نصر بيده لو شهادة يجيبه، وبمثالهم تنقاس ديك الأفعال، حسين للكلفات حقق وعيده، ناحر جيوش العدة وحمول الثقال، وما همهم ترى من للي ظهره يديره، وان شانك نطيت عاليات الجبال، حجي مهيدي للفعايل فجيده، خيال دبابه وتشهد له رجال، كم نوب ترت للعدة عاطبينه. قافلة الشهداء لم تقف عند والد هذا الشاعر، بل استمرت لتشمل الأبطال الذين كتبوا بحبر دمائهم نحن رموز، فاذكرونا ولا تنسونا من قلوبكم. ومن يركز على هذا الرجل سيشعر إنه يعاني الفقدان فعلا، إنه العم مزهر الذي فقد ولده الشاب بوتيما. كتبت مدينة البغدادي قصة بعنوان البغدادي قلعة الصمود. قصة الشيخ مال الله برزان، والناس تشهد بهذا الشيء، وآني بقتهم شكلت فوج طوارئ 14 وقدمت الشهداء والجرحى وانضربت وصابيت برأسي وبيدي،
وراح من اعز اصدقائي وقرايبي وولد عمي شهداء من اجل العراق واجل الانبار واجل منطقه البغدادي. تدري يعني حتى قسم منهم باعوا مصوغات النسائيه واشتروا سلاح يعني في سبيل الدفاع عن منطقتهم، دافعوا هم دافعوا بكل ما الله سبحانه وتعالى يسرهم من قوه. وانطينا شهداء كثير وضحت يعني حقيقه يعني ضحت العشائر الموجوده مو بس العبويد، كل العشائر اللي موجوده حاليا اللي قاتلنا بداعش ضحى وكلها انطى شهداء. ماكو بيت اقدر اقول لك اللي صمده، ماكو بيت اذا ما انطى شهيد او ما شهيد. ولد عشاير والنعم والله محيي هالسلم، ولد عشاير